ماجدة نجيب فهمي، المتحدث الرسمي باسم الطيارة الإبت الموحد. وهو فكرة الطيار يعني مجموعة من الأطياف المسيحي، المجتمع المسيحي، منهم سياسيين، منظمات حقوقية، ائتلافات، مراكز، جمعيات. أنا عايز أقول إن الطيار هو طيار سياسي بيتكلم باسم المسيحيين في السياسة، وبيحاول إن هو ياخد الآراء السياسية والطرح السياسي من الشارع السياسي، بحيث إن نبقى موازيين للكنيسة وليس ضد الكنيسة. أقصد أقول إن كان القرار بيرجع في الأول والآخر لقائد الكنيسة، ممثل في شخص البطرك، لكن ده كان بيوصلنا لأزمات شديدة جدا. عشان كده فكرة التيار الموحد الإبتي إن هو ينتزع السلطة دي لتيار مدني متكلم أو متحدث باسم الأقباط عموما، وياخد الطرح السياسي ويبتدي ان هو يناقشه بين الاعضاء، ومجرد ما بيطلع بالنتيجة المتفق عليها بتتعرض على الكنيسة، وبناخد موافقة الكنيسة برضو مباركتها، وبعد كده احنا اللي بنتحدث مع الحكومة او الرئيس او اي كيان سياسي في البلد. علشان كده هي فكرة الطيار ان هو طيار مدني سياسي مسيحي. اقصد مسيحي لسبب بسيط جدا، علشان انا هاخد دور الكنيسة السياسي، فطبيعي الحال ان هو لازم هيكون مسيحي من الناحية دي، مش لانه منحاز او متعصب، لكن بالعكس هو بياخد فكرة ان يبقى فيه اليات للدولة المدنية بطريقة انتزاع السلطة الدينية. فاذا كنت انا هبتدي بيها بتطبيقي انا الانسان المسالم وهاخد الجانب ده، فطبيعة الحال ان انا اخد من التيار المتشدد المدنية، علشان انا انتزع من الدولة التعصبات، سواء اذا كانت على خلفية دينية او منهجية عسكرية، فطبيعي الحال ان انا انتزع السلطات من اصحابها المدنية، السلطة المدنية، مش الجهة اللي بتمثل السلطة دي. فطبيعة الحال ان الشعب المصري عامة هو صاحب السلطة والارادة الكاملة في اتخاذ قراراته، فطبيعة الحال ان الشعب المسيحي هو صاحب السلطة الكاملة واتخاذ قراراته. بناء عليه عملنا التيار وفكرته. من فكرة ان هينضم لي كل الكيانات المسيحية، انا مش انا بالعكس، ده الدعوة مفتوحة لجميع الكيانات دي ان هي تنضم وان هي تتحد وان هي يبقى لها فكر واحد. الفكرة دي ان هي تبقى طيار مدني سياسي ويتكلم باسم المسيحيين، يمثلهم على الصعيد مثلا لاختيار النائب، لا تنفرد به الكنيسة لكن ينفرد به الطيار فعلا. وده حصل، ان انا اتصلت مع الانبا مرقص وقيادات الكنيسة، ووصولا للانبا بخوميوس في طرح اسم النائب، وابتدى ان احنا ناخد عليه اتفاقية سواء من اعضاء الطيار او من الكنيسة. واشكر ربنا ان احنا في من اولها في اتفاق، في وفاق، علشان ما يوجدش اختلاف. لاني انا قلتها لهم، قلت لهم اذا رفضتوا هذا الطيار المتكلم باسم المسيحيين ويأخذ دور الكنيسة في الطرح السياسي، هيكون طيار مضاد للكنيسة. فبما انه هو في الاول هو طيار موازي للكنيسة، اذا تعارضت الكنيسة على وجوده فهو هيبقى ضد الكنيسة، وهو هيستميت على وضعه الحالي. على فكرة احنا لينا طلبات، يعني هي الحكاية مش هباء، لكن احنا لينا طلبات موجهة كمان للدولة مش للكنيسة. نعم، احنا طلباتنا طبعا انا هديك بعض منها، لاني انا هطلع بيها في بيان في مؤتمر صحفي، فمش هقدر ان انا اسردها لك كلها، لكن من اهمها وابرزها هو موقف المسيحيين من الدولة الجديدة. موقعهم ايه في الدولة الجديدة، في التعيينات، في الحكومة. انا بتكلم على المسيحيين بصفة عامة والقبطية بصفة خاصة. المسيحية دورها في الدولة الجديدة ايه، مركزها، هل هي هتبقى مهمشة واكثر من الاول، ولا هيبقى لها دور ايجابي وفعال. دور الايتام المسيحيه، لان في ملاجئ مسيحيه مش خاضعه
خاضعة للكنيسة وخاضعة برضو للمؤسسات الحكومية، لكن السيطرة عليها بقى من قبل التيار الإسلامي المتشدد اللي طالع. خوفا من كده فأنا بقول إن خوفي ده بترجمه عملي، إيه دور أنا بقول لهم عدم المساس بيها، يعني أنا بديهم تحذير مش بقول لهم إيه دوركم بقى في الموضوع، لا أنا بقول لكم تحذير عدم المساس بدار الأيتام المسيحية. الحاجة الأهم من كده التعداد المسيحي. لا هي الإشراف تبع للجمعيات الأهلية الشؤون الاجتماعية، لا الشؤون الاجتماعية الدولة في الدولة إشراف الإدارة المباشرة للكنيسة، فعلشان كده عدم المساس بيها، لأن اتضح في الجيزة حصل من حوالي 3 سنين أو 2 سنين أن تم غلق دار أيتام مسيحية وتم إيداع الأطفال وأطفال صغيرين حديث السن في دار الأيتام من الأرمان، وتم تغيير لهم شهادات ميلادهم من الشهادات المسيحية بأسماء المسيحية لشهادات إسلامية. فعشان كده أنا بقول لهم إن ده كان حادث فردي، لكن لو اتعمم هيبقى له مردود تاني في الشارع المسيحي أو مع التيار السياسي المسيحي. من مطالب التيار القبطي الموحد التعداد الحقيقي للمسيحيين إظهاره، التعداد من قبل الدولة أو الكنيسة، لأن في تعداد حقيقي هم لحد الآن الدولة ما بتظهروش، بطالبها إن هي تظهره. دي من ضمن المتطلبات، يعني متطلبات كبيرة وليها عايزة. في بقى مطلب أساسي كمان اللي هو دور التعليم، ان يحطوا مناهج تحس وتفعل المواطنة بين الأطفال المسلمين والمسيحيين في المناهج التعليمية، يعمل لهم دروس مشتركة. أنا مش بقول لهم لا تشيلوا آيات ولا تحطوا آيات ولا تضيفوا لنا آيات، لكن حطوا منهج يمارس تفعيل كلمة المواطنة، المواطنة على أرضية حقيقية منذ النشأ. يعني أنا بنشأ أطفال سويين في المجتمع، إزاي إن أنا أحببهم مع على العلاقة مع بعضهم، ده مهم جدا. طبعا أنا بقى مش هنف أنا انفردت باليقين ببعض البنود البيان، لكن هيبقى البيان بقى كله إن شاء الله في المؤتمر الصحفي. أي أسئلة؟ لا هو مش مجلس شورى قد ما هو مجلس شعب بقى، لان مجلس الشورى بطبيعه الحال ده بيبقى استشاري، لكن انا بتكلم على ان احنا نواب على الشعب المسيحي، فاحنا هنبقى اقدر الناس ان احنا نتكلم بيها. كون ان دايما في صدامات بين الكنيسه وبين الدوله في اتخاذ قراراتها ضد المسيحيين او مع المسيحيين او في جانب، فكان بينفرد بها قائد الكنيسه، فدي من نوع من الديكتاتوريه. فانا عايزه انتزع الموضوع ده واخليه ديمقراطيه. ديمقراطيه يعني يبقى مجموعه بالظبط كده، بالظبط كده، يبقى مجموعه بتتكلم باسم مدني سياسي بالظبط، يعني تبقى مجموعه. المشكله في المجلس الملي ان هو مش بيناقش ما يطرح في الشارع السياسي، ما يناقش برضو ما داخل الكنيسه، فاصبح ان هو برضو ما بيمثلش العباد سياسيا، لان المجلس الملي شؤونه واختصاصاته دينيه او بما يختص الشريعه المسيحيه تنظيمها بين الاقباط، لكن كطرح سياسي الكنيسه اصلا مفتقده لقصه السياسه. يمكن في ناس مننا مفكرين او محللين، بس دول افراد منفردين بارائهم نخب، لكن مش كيانات. يعني انا عايز اعمل طيار يبقى صف واحد وبيتكلم باسم الباقين. شكرا.